الحمد لله، الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة نرجو بها النجاة يوم أن نلقاه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح لهذه الأمة حتى تركها على المحجة البيضاء، على الطريق الواضحة الغراء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فمن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، ومن يعص الله ورسوله فقد خسر خسرانا مبينا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، اتقوا الله حق التقوى، واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى، واحذروا الذنوب والمعاصي، فإن أجسادكم على النار لا تقوى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى قد وهب الناس نعمة عظيمة ومنحة جليلة، ألا وهي العقل والعلم الذي به قابلية إدراك الأمور على حقائقها وتمييز مضارها من منافعها. ولأجل أهمية العقل كان شرطاً للتكليف، فلا يكلف غير العاقل لعدم إدراكه أو ضعف ذلك الإدراك. ولا شك أن العقل كغيره من صنوف النعم لا بد من شكر الله عليه، لا بد من شكر الله عليه. وشكر نعمة العقل يكون باستعماله وعدم إهماله. وأولى ما يستعمل فيه تدبر آيات الله الشرعية والكونية، والتفريق بين الخبيث والطيب في جميع شؤون الحياة. ومن وهبه الله العقل فعطله أو أساء استعماله فقد بطر النعمة وغمط المنحة. ومن تعطيل العقل الإصغاء إلى المفسدين وسماسرة الفتن وممزق الوحدة العامة والخاصة. أما سماسرة الفتن العامة فكأصحاب الأهواء وأهل الأحزاب والتنظيمات، وأما سماسرة الفتن الخاصة فكناقل النمائم والمحرشين بين الأقارب والأصدقاء وشركاء المصالح مهما كانت علاقاتهم. فلا يسوغ للعاقل أن يصغي إلى أي صنف من أصناف مكدر الصفو، ولا أن يقبل كلمة من مشتت وحدة الصف. ومن استمع لهم فقد هان عليه عقله، وإلا فما جدوى العقل لمن يصغي إلى نمام يوغر صدره على ابن عم أو خال أو زوج أو أب أو أم أو زميل أو صديق. وكيف ضحى بسلامة صدره وصفاء نفسه لأخيه سعياً وراء كلمة نقلها إليه مفسد؟ وكيف يبني مواقفه أو موقفه
على كلام نمام، مع أن النميمة من كبائر الذنوب، وكلام النمام لا ينبغي الالتفات إليه أصلا، فضلا عن الاعتماد عليه وجعله قاعدة لإدارة العلاقة مع الآخرين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، الشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيماً لشأنه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، ليعلم من نقلت إليه النميمة أنه مأمور بعدم الإصغاء إليها، وأن ينهى من نقل عن النقل لاحقا، وأن عليه أن يحمي منها سمعه، ولو فتح مسامعه لاستقبال المنكرات لحوسب على ذلك. فقد قال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وليعرض عن كل نمام، نعم، ليعرض عن كل نمام وعن كل نميمة، ولينزه مجلسه عنها، وليعلم من ابتلي بنقل النمائم النقالون للكلام، ليعلموا جميعا أنهم واقعون في كبيرة من كبائر الذنوب، ويجب عليهم الإقلاع والتوبة، وأهم ما يعينهم على هذه التوبة التفكر في شؤم صنيعهم وقبح نتائج سعيهم. فكم من أرحام قطعت، وجموع تفرقت، وأسر تمزقت، وقلوب تغيرت بسبب كلمة نمام نقلها على وجه الإفساد، ففعلت بالنأس الأفاعيل. كما أن مما يساعد على تجنب هذه العادة المدمرة تذكر ما أعده الله للنمام من العذاب الأليم الذي لا يؤخر له إلى يوم القيامة، بل يكون مستقبلاً له في قبره. نعم، النمام العذاب يستقبله في القبر. فعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم من بعض حيطان المدينة، فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما، فقال صلى الله عليه وسلم: يعذبان، وما يعذبان في كبير، وإنه لكبير، كان أحدهما لا يستتر من البول، وكان الآخر يمشي بالنميمة. ثم دعا بجريدة فكسرها باثنتين، أو فكسرها بكسرتين أو ثنتين، فجعل كسرة في قبر هذا وكسرة في قبر هذا، فقال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. متفق عليه. هذا، وصلوا على محمد بن عبد الله. قد أمركم الله بذلك في قوله: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال صلى الله عليه وسلم:
من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم ودمر أعداء الدين، اللهم كل إخواننا المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين وولي عهده لما تحب وترضى، خذ بناصيتهما للبر والتقوى، واجعلنا وإياهما آمرين بالمعروف مطبقين له، ناهين عن المنكر مجتنبين له. اللهم وفق جميع ولاة أمور المسلمين تطبيق شرعك وتحكيم سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل الجميع رحمة على رعاياهم. اللهم يسرنا لليسرى، اللهم جنبنا العسرى، اللهم واجمع لنا بين سعادتي الأولى والأخرى، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة أن تقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم انصر جنودنا المرابطين على الحدود، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا، وافتح لهم فتحا قريبا عاجلا يا رب العالمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم من كان منهم حيا فمتعه بالصحة والعافية وأطل عمره على الطاعة، ومن كان منهم ميتا اللهم فاغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله وأوسع مدخله يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين، اللهم نفس كرب المكروبين، اللهم اقض الدين عن المدينين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم من كان من بيننا مبتلا اللهم فعافه، اللهم من كان من بيننا مريضا اللهم فاشفه من مرضه، اللهم من كان من بيننا مهموما اللهم ففرج همه، اللهم من كان من بيننا مديونا اللهم فاقض دينه. اللهم ارزق أبناءنا الزوجات الصالحات وبناتنا الأزواج الصالحين، اللهم ارزق الجميع الذرية الصالحة واجعلهم قرة عين يا رب العالمين. اللهم من كادنا فكده، ومن مكر بنا فامكر به، نعوذ بك اللهم من شر الأشرار وكيد الفجار، نعوذ بك اللهم من شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار، إلا طارقا يطرق بخير يا رب العالمين. اللهم اهدنا لأحسن الأقوال والأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت. اللهم اصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم طهر ألسنتنا من الكذب ومن الغيبة والنميمة والسباب والشتام، اللهم طهر قلوبنا من النفاق، اللهم طهر أعيننا من الخيانة، إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم في هذا اليوم المبارك، في هذا المكان الطاهر، في هذه الساعة الشريفة، نسألك أن تنزل علينا جميعا رحمة من عندك، تغنينا بها عن رحمة من سواك، تغفر بها ذنوبنا، تستر بها عيوبنا، تصلح بها نياتنا وذرياتنا وأزواجنا. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، اشكروا على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.